بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والأربعون. أين الخيط؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. الخيط مبتدأ مؤخر. أين الكشتبان؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. الكشتبان مبتدأ مؤخر. هات إبرتي. هات اسم فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. إبرتي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. خذ آلة الخياطة. خذ فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. آلة مفعول به مضاف الخياطة مضاف إليه. الحلاق يحلق الشعر بالموسى. الحلاق مبتدأ يحلق جملة فعلية خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو أعد على المبتدأ. الشعر مفعول به بالموسى جار ومجرور متعلق بالفعل يحلق. هذا الطربوش أحمر وهذا أبيض. هذا اسم إشارة مبتدأ. الطربوش نعت لهذا أحمر خبر وحرف عطف. هذا اسم إشارة مبتدأ أبيض خبر. النجار ينشر الخشب بالمنشار. النجار مبتدأ ينشر جملة فعلية خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. الخشب مفعول به بالمنشار جار ومجرور متعلق بينشر. ذهبت إلى الخياط فأعطيته قماشا ليخيط لي بنطالون وسدرة. ذهبت فعل والتاء فاعل. إلى الخياط جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبت. فحرف عطف أعطيت فعل والتاء فاعل. والهاء ضمير متصل مفعول به أول. خماشا مفعول به ثاني. لي حرف جر بمعنى كي. يخيط فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر. التقدير لأن يخيط وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل الجر والجار والمجرور متعلق بالفعل أعطيت. لي حرف الجر وياء المتكلم اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل يخيط. بنطالون مفعول به وحرف عطف صدرة معطوف على بنطالون. خاطت الخياطة قميصا لابنتي حميدة. خاطت فعل الخياطة فاعل. قميصا مفعول به لابنتي جار ومجرور متعلق بالفعل خاطت. ابنتي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. حميدة بدل من ابنتي مجرور. وعلامات جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وللتانيث. هذا القميص أصفر وهذا أبيض. هذا اسم إشارة مبتدأ. القميص نعت لهذا أصفر خبر المبتدأ وحرف عطف. هذا اسم إشارة مبتدأ أبيض خبر. لمن هذا الكشتبان؟ لي يا نعيمة. لي حرف جر من اسم استفهام مجرور والجار والمجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. هذا اسم إشارة مبتدأ مؤخر. الكشتبان نعت لهذا. لي حرف جر وياء المتكلم اسم مجرور والجار والمجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر ومبتدأه محذوف. التقدير الكشتبان كائن لي يا نعيمة. يا حرف نداء نعيمة منادى. احلق شعري من فضلك. احلق فعل وفاعل شعري مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. من فضل جار ومجرور متعلق بالفعل احلق. فضل مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. هذا المستخدم يختم عندنا براتب شهري قدره 5 جنيهات.
هذا اسم إشارة مبتدأ المستخدم نعت لهذا. يختم جملة فعلية خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ عند، ظرف مكان مضاف نا مضاف إليه. وشبه جملة متعلق بيخدم بحرف جر راتب اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل يخدم، راتب منعوت شهري نعت أول، قدر مبتدأ مضاف والهاء مضاف إليه. خمس خبر عدد مضاف، جناحات معدود مضاف إليه. والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل جر نعت سال لراتب. خاطت أمي قميصي بآلة الخياطة. خاطت فعل أمي فاعل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. قميصي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. بآلة جار ومجرور متعلق بالفعل خاطت، آلة مضاف، الخياطة مضاف إليه. لا تخيط قميصي بالإبرة. لا ناهية. تخيط فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامات جزمه حذف النون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت أو فاعله الياء. قميصي مفعول به قميصي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. بالإبرة جار ومجرور متعلق بالفعل تخيط. كم راتبك؟ راتبي 50 درهما. كم اسم استفهام خبر مقدم، راتب مبتدأ مؤخر مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. راتبي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. 50 خبر 50 عدد درهما معدود. تمييز. هات الدبوس يا فاطمة. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الدبوس مفعول به يا حرف نداء فاطمة منادى. شعرك طويل احلقه بالموسى. شعر مبتدأ مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. طويل خبر احلق فعل وفاعل والهاء ضمير متصل مفعول به. بالموسى جار ومجرور متعلق بالحق. والله أعلم بالصواب.